تم إحضار 15 طبيب يمثلون 9 اختصاصات فيهم الطب العام، طب النساء، طب الأطفال، طب الكلى، جراحة الأسنان، جراحة العظام، طب فيزيائي، جهاز الهضمي والأمراض العقلية. الهدف منها هو فك العزلة عن سكان مناطق الظل، تجسيد لتغذية رئيس الجمهورية بخصوص فك العزلة عن مناطق الظل والمناطق النائية. لبينا النداء تاع الجمعية طبعا أن اتصلوا بنا باش نتكفلوا بهذه الفئة الهشارية اللي معناها ما يقدروش يقوموا بالتنقل الى المدن الكبرى للعلاج. اخويا بارك الله فيهم على المبادره هذه، ونشكر الطاقم الطبي على هذه المبادره، ونشكر السلطات المعنيه اللي جابتهم لنا.